السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. بسم الله نتوكل على الله. المهم، لما تبقى حضرتك مهندس أو موظف، عموما موظف في شركة كبيرة، وجيت عملت الانترفيو كل حاجة تمام، والمدير بتاعك اللي هيبقى مديرك يعني فرحان بيك وكل حاجة، بس انت لاحظت بقى ايه لما اشتغلت ان مديرك ده كبير في السن، عنده 40 سنة مثلا، انت راجل ممكن مش جونيور، قول سينيور، عندك مثلا 28 سنة ولا حاجة، عندك خبرة 4 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين حسب المجال وحسب اتخرجت منين وسنين الشغل بتاعتك. فتفاجأ ان ايه، ان الراجل كده كبير في السن ونكته بقى قديمة وبيحب حاجات قديمة وبيكلمك في حاجات قديمة، وانت بتجامله بقى انت لسه بادي الشغل جديد مش عايز مشاكل، فلازم تضحك بقى. في مرة بقى السينيور ده او الموظف ده كان فيه قاعدة مع مديره في الشغل وبعض الزملاء، فهو وهو قاعد كده يعني خد راحته شوية في الكلام مع احد الزملاء اللي حاس انه برضه عايز يقول نفس الكلام، يقول له هو احنا عشان نبقى مديرين هنفضل في البوزيشن بتاعنا ده لحد ما نبقى في سن اونكل يعني؟ فالتاني تقريبا المدير سمع او حس ان الكلام عليه. المهم ان الباشا عايز يلطف الامور عشان ايه، لاحظ ان التاني اتضايق او المدير سمع حاجه او بتاع، فقعد يتملقه شويه ويا جمالك يا حلاوتك، وكان قاعد جنبه واحده يبدو انها زوجته يعني، فقال لك ايه نطري عليها شويه مش عارف ايه، والكلام اللي بتقوله كويس والله، بتقول كلام زي الفل. المهم القعده اتعشوا وبتاع والدنيا وصلح الامور فعلا، والراجل خلاص مش زعلان. فجايين بقى قايمين ماشيين، والراجل هو اللي عازم طبعا مديرهم وبتاع، ما يصحش طبعا. فقايمين ماشيين كده، ف المدير بتاعه راح واخده كده ايه، حاطط ايده حوالين رقبته، اصحاب بقى وكده بيصاحبه بقى، بيقول له على فكره مش مراتي. وراح ضحك. المهم اكمل لكم بقى ايه الموضوع اللي انا جايبكم عشان اكلمكم فيه، ان فعلا حضرتك ممكن تكون الشركه اللي حضرتك رايح تشتغل فيها الناس كده بتقدم في البوزيشن، فانت خلي عينك كده مراقبه. اشتغلت وكل حاجه واتدبست، وتقعد في الشركه يمكن سنه ولا سنتين تشتغل فيها كد وعرق بدون يعني بدون امل بدون طموح، لان انت لازم تتم 40 سنه عشان تبتدي تفكر ان انت تبقى في بوزيشن عالي مثلا، الترقيات بعافيه شويه عندهم. الحاجه الثانيه اللي برضو تركز فيها وتاخد قرار حاسم لتغييرها، ان انت تسيب الشركه وتشوف شركه طبعا يكون في عندك طموحك فيها، ان في ناس طبعا بكلامي ده للناس اللي عندها طموح، الناس اللي هي يقول لك لا يا عم الحمد لله انا الاقي شغل اصلا، خليني في الشركه الحمد لله اكون زي ما انا لمده 10 سنين، المهم ما انزلش عن المستوى اللي انا فيه، مش هفكر اطلع، خلينا زي ما احنا يا عم. فكلامي مش لدول، كلامي للناس اللي عندها طموح. فصاحب الطموح اكيد هيغير الشركه، ده حاجه. في حاجه تانية برضو بتلاحظها في الشركات اللي من النوع ده، اما بتلاقي المدير بتاعك بغض النظر بقى عن سنه، لكن حياته بقى عامله ازاي؟ انت لسه جاي جديد، لسه ما اندمجتش، لكن هو وبقيه الزملاء يعني ممكن تلاقي زميل ليك برضه كبير في السن، عنده 45 سنه ولا بتاع، فاللي هو دخلل اكتر من المدير. يبقى الشركه دي بتخلل الناس. بالاضافه لما تلاقي بقى ايه اللي قال لك مش مراتي، فتفاجئ ان مديرك ده اصلا مش متجوز وهو في السن ده عنده 45 سنه ولا 42 سنه ولا ايا كان، ولا حتى عنده 35 سنه وما تزوجش لسه. ويا سلام لو القصه اللي بقولها لك دي في روسيا، يعني راجل في روسيا حواليه كل النساء دي وما اتجوزش، ف
فالناس يقولوا مثلا يمكن كان متجوز وطلق يا راجل، يفاجأ ان الراجل ده عمره ما يتجوز اصلا ولا يعيبه شيء، شيك ومدير وفي شركة كبيرة و فما يغركش انها شركة كبيرة، ما يغركش ان مديرك راجل لطيف والاتموسفير حلو كده، ما يغركش لان الشركة دي ممكن، مش بقول كل الشركات الكبيرة بتجمد، ولكن ممكن الشركة دي بتجمد الموظفين تقتل طموحاتهم، يفضلوا في نفس البوزيشن بالسنين من غير تغيير، من غير تعديل، من غير كورسات، من غير نقل، من غير تبادل معلومات ما بين اقسام واقسام تانية، بدون اي تطوير، بدون اي تحديث، حتى التايتل بتاعه يا اخي ما بيتغيرش. يعني مثلا اديله بدل اديله مثلا تيم ليدر، سميه سوبرفايزر، اي حاجة كده، لكن مفيش. فيفضل اسمه طول عمره سبيشاليست ولا اي مسمى ايا كان. فدي التجميد. الحاجة التانية، الاتموسفير بتاع الشركة بيموت، فيخليك او بيقتل الطموحات، لان بيمتصوا عقليتك وذهنك وتركيزك، فتلاقي نفسك حتى مش عارف. واحد عايز يعمل مثلا تجديدات في بيته، ريمونت، مفيش وقت، مش مشكلة فلوس بس مفيش وقت، الشركة واخدة تركيز، يقول لك اعمل الموضوع ده امتى، مفيش. انا بشتغل مثلا 16 ساعة في اليوم ومراتي بتشتغل 15 ساعة في اليوم، هنركز امتى بقى ان نجدد الشقة؟ معانا الفلوس بس مفيش وقت، ما لازم نكون موجودين ونعرف حتى عايزين ايه، عايزين نغير نعمل ايه. واحد عايز يتجوز اصلا مش متجوز، هيفكر في الزواج ازاي؟ اما وهنا بقى في روسيا بقى، وبالذات في العاصمة في موسكو، لما يبقى الواحد مرتبط بواحدة، بالذات بقى واحدة عايقة، كل شوية بقى ايه، ورد، هدايا، لا لازم نتقابل، لازم عارفين ان احنا في موسكو وبلد صعبة، او يعني الحياة صعبة، وعشان تروح من حتة لحتة برضو ايه بتضيع وقت كبير، فالقصة دي كلها بتضيع وقت، وبتلاقي انكم تتقابلوا اصلا دي مشكلة. ف لو قعدتوا كذا مرة كده ما تتقابلوش او تعملوا معاد وتلغوه بسبب الشغل، هيبتدي يبقى في جفاء، وعلاقات كتيرة بتنتهي كده. يعني هتستغرب ازاي ناس في موسكو ناجحين عمليا وفاشلين مجتمعيا اجتماعيا، ملوش اصحاب، مش عارف يتجوز. هتلاقي كتير في موسكو على ناس في سن اللي بقولك عليه ده، سن الـ40. فتخيل بقى واحد عربي جاي بقى هيبدأ حياته عنده 36 سنة، يعني ظبط بالظبط اما ياخد الجنسية ويبتدي يتأقلم وهيبتدي يشتغل شغل عدل، هيبقى عنده 40 سنة. ويا سلام جاي مش متجوز كمان وما يعرفش واحدة هيتجوزها. فأبشرك لو هتمشي على التراك اللي بقولك عليه ده، اللي هو السيناريو اللي احنا حكيناه، السيناريو السلبي ده، بالتالي هتتم ان شاء الله ممكن 45-50 ومفيش اي جواز الا اذا حصل الطفرات، وممكن ما تقدرش تعمل تجديد لبيتك، ما تعرفش تعزل اصلا. لو عايز تعزل هتلاقي عندك معاناة في جوانب كتيرة في حياتك مش هتكتشفها، لانك السكينة هتبقى سراك، مش هتكتشفها غير اما يكبر بيك السن اكتر واكتر. اما هتبقى قاعد في قاعدة وكل الناس اللي حواليك ناجحين ومتجوزين ومرتاحين، وممكن مرتبهم اقل منك والبوزيشن اللي هم فيه او وظيفتهم اقل منك، ولكن مرتاحين اكتر منك وباين عليهم النعمة. فانتبه للحتة دي يا اخي، في ناس كتير بتقعد علشان الشغل يحفلط ويلبس كويس ويحلق ويظبط وبتاع، مش زي حالاتي كده بقى مربي دقنه وبتاع وعامل شعره مش عارف ازاي. يعني راجل هلهلي انا بقى، يعني حياتي مرتاحه فالحمد لله، مش بركز في حاجه اللي هي بالنسبه لي ثانويه، يعني عارف اللي هو ليه لازم حفلط قوي. طبعا انك انت يبقى شكلك انيق وجميل دي حاجه مهمه جدا، والاناقه عندنا في البيت لا تعد ولا تحصى ان شاء الله. لا عادي يعني، مش وكمان دي نعمه برضو، مهارات، ممكن المهاره دي مش عندي او النعمه دي انا ما مش عندي لسه، ان الواحد يبقى انيق وعنده مهاره ان هو يجذب النساء طول ما هو ماشي كده. فواحد مثلا مش مهتم اصلا انه يجذب النساء فاكيد مش هيشيك قوي. يعني واحد برضو نجح في شغله مش محتاج يتزوج علشان يترقى، ما انا صاحب الشغل مين هيرقيني؟ فاللي هو فمش مهتم انه يعمل اي حاجه في اي حته تغير من الموقف اللي هو فيه. فلو هتمشي على التراك الفاشل اللي قلت لك عليه، ابشرك ان هيبقى فيه نتائج محبطه جدا،
والسكينه تبقى سرقاك محدش هينبهك الا العبد لله، الا قاعده حلوه كده تلاقي الناس كلها ناجحه وبتاع، وتبتدي لو انت ضميرك صحي كده او في جرس رن جوه كده، خلي بالك انت الوحيد اللي مش متجوز في القعده، خلي بالك انت الوحيد اللي ما خلفتش لسه في القعده، خلي بالك انت الوحيد اللي ساكن في حته واطيه في القعده، رغم انك مرتبك كويس، رغم انك انت وظيفتك كويسه، رغم انك قديم في البلد، هتلاقي اسئله كتيره ملهاش اجابه غير ان السكينه سرقتني، الوقت خدني، ما انتبهتش، نسيت نفسي، الدوامه سرقتني، المشكله اني ساكن في العاصمه، هترمي حمولك ومشاكلك على اكتاف موسكو، يعني موسكو شايله الهم مننا بصراحه، من الروس قبل الغرب. كلامي خلص، يا رب بس ايه ما يكونش الموضوع قصه محبطه قوي النهارده، ولكن انا حبيت اديك سيناريو حقيقي بقصه حقيقيه في اطار ممكن تشوفه حقيقه قدامك لما تنسى نفسك وتتغاضى عن حاجات مهمه جدا في حياتك، وتقعد تهتم بس ايه شغلي، لا اصل مديري مش عارف، اصل مديرتي فرحانه مني، لا اصل مصاحب واحده اليومين دول فبحلق لها بقى وبتسبسب لها. الاهداف الصغيره والمحدوده وقتيا وزمنيا هي دي اللي بتضيع عمرك، حته زمنيه هنا، حته زمنيه هنا، شغل، واحده طايشه وانت طايش معاها، مش مراعي سنك، مش مراعي ظروفك، مش مراعي العمر اللي بيتسرق منك، كل ده ما دام ما بيتعملش لوجه الله وما دام مش موجه في الطريق الصح، فتاكد ان العمر هيضيع. ولكن في اخر الحلقه هقول لك حاجه مبهجه، في نماذج مبهره ممكن مرتبهم مش عالي قوي ولكن سعداء، عندهم اسره، مستقبلهم ان شاء الله باهر وباين في الطريق، لان هم لسه في اول الطريق، اول الطريق بدايات الصحيحه بتبين النهايات الصحيحه، فتبدا صح تنتهي صح يا راجل يا صح. كلامي خلص، وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، نراكم على خير وفي خير دوما في حفظ الله، السلام عليكم.